جمهورية أرتساخ هو الاسم الذي كان الأرمن يطلقونه على كاراباخ. أعلنوا الجمهورية من جانب واحد ولم يعترف بها أي طرف آخر، ومع ذلك ظل حلم الاعتراف بجمهوريتهم يراودهم عقودا طويلة حتى استيقظوا على قرار حل جمهورية أرتساخ ليزيد تفاقم أزماتهم. رئيس الجمهورية غير المعترف بها وقع مرسوما بحل المؤسسات الحكومية كافة، قرار أغلق ملف جمهورية لم يعترف بها أحد وفتح أبواب الجحيم على حكومة يريفان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان. ومع دخول عشرات الآلاف من أرمن كاراباخ إلى أرمينيا تفاقمت أوضاع باشينيان في ضوء تزايد الغضب الشعبي والتظاهرات التي تتهمه بالتقاعس وخيانة أرمن كاراباخ وتسليم دولتهم إلى بلد أجنبي، رافعة شعارات تطالب برحيله. حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة يريفان لم تمنع الغضب الشعبي المتصاعد من مهاجمة المقر الحكومية وقطع الطرق داخل العاصمة يريفان التي بدت مصابة بالشلل التام. باشينيان الذي صمت كثيراً ولم يتحدث إلا عن استعداد حكومته لاستقبال جميع الأرمن في كاراباخ خرج محاولاً النأي بنفسه عن اتهامات الخيانة ومصعداً لهجته عبر توجيه اتهامات لأذربيجان بانتهاك حملة تطهير عرقي للأرمن في كاراباخ ما دفعهم إلى الفرار. اتهامات انتفضت روسيا لدرئها ونفيها بالتأكيد أنها لم ترى تطهيراً عرقياً في الإقليم، فضلاً عن تذكيرها بما عرضته حكومة باكو من تعهدات لضمان أمن الأرمن في الإقليم. ولأن الأزمات لا تأتي فراداً، فقد ازدادت العلاقات بين موسكو ويريفان توتراً بعد أن نددت موسكو على لسان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بمصادقة البرلمان الأرميني على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وصفاً هذه الخطوة بالعدائية، خاصة وأن هذه المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين.